البيض ديال الفرح هي هذيك زقه 18 اون فاس مع البيض. انا دابا انا عساس هنا في لا فيزيت، دابا انا مريح هنايا، جاب التليفون ملاهي مع التليفون، دابا سمع الضربه لهيه ديك ديك عيد، انا قاعد راسي كنصيب الموتور والطوموبيل جايين بجوج، الموتور جاي في الارجاي مكروط وهي جايه من هنا، ديك اللي جايه هنا نط ديك النوضه اللي بغيت نوض نهرب سيكني هنايا، راك تبريح هنا في هذه البلاصه، انا هذا الكرسي هذا داه معاه لهيه ودار لي الصندالات هي تحت منه وضربني طيحني انا هنايا لتحت هنا. ها السروال هذا ليه مات. المهم انا ماشي شوف الاول كيفاش تضرب ولا شي حاجه، انا جيت حتى الاخر لقيت السيد طايح الزوق هنايا، جيت لقيت جا واحد السيد كيقلب فيه، جيت انا قلبت ليه من هنايا لقيت يعني شي حاجه ما كتضرب ما كيتنفس ما والو، هذا جاو لومبيلونس حتى الاخر زيتو معاهم السيد صاير رجلو الله يستر مقروده بقى شاده غير اللحم، يعني ما كاينش شي مقروده الفوق ديالك يشوف لتحت مقروده. انا فاش شوف الاول ما عرفتوش، وراني السيد الدري صاحبي تصويرت وعاد عرفتو ويلاه مزوج كيف قال لي الدري صاحبي. انا ساكن هنا خدام في المحل الداخل، شفنا الطوموبيله هذه طارت كذا مشيت حدا السور والدري طار بالموتور للفوق وطاح في الارض مات. تا جات لابيرونس غطوا وجهه وقالوا لنا مات، احنا ما عرفنا ما مات ما عايش، كانت حالته كان ناعس في الارض ما يتحركش، رجله ملفوفه مهرسه مهزوزه لفوق ما يتحركش. الطوموبيل كانت غاده بسرعه؟ ما عرفناش، ولكن على الجهه اللي هي جات فيها جايه بسرعه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.